الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه والتابعين الكرام الذين حملوا مشاعي هذه الرسالة الخاتمة. أهلا وسهلا بكم في المسابقة الرمضانية والتي تتناول هذا العام الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا بكم. السر في الحديد. الحديد معدن يلفت القرآن الكريم أنظارنا إليه في سورة منه سميت سورة الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قد يظن أن عبارة أنزلنا التي خص بها الحديد في هذه الآية هي من باب المجاز التي يقصد به أن الله خلق الحديد لينتفع الناس به، خاصة وأن الناس يستخرجون الحديد من باطن الأرض. عندما ندقق في المعنى الحقيقي لهذه الكلمة نجد أن الكلمة صحيحة في مكانها بأدلة علمية ثابتة. إذ توصلت الاكتشافات الفضائية الحديثة إلى أن الحديد الموجود على سطح الأرض أنزل إليها من النجوم العملاقة الموجودة في الفضاء الخارجي. إن المعادن الثقيلة في الكون تنتج في نواة النجوم الكبيرة، فنظامنا الشمسي لا يملك البنية التي تمكنه من إنتاج الحديد بنفسه، فالحديد لا يمكن أن ينتج إلا في نجوم أكبر بكثير من الشمس، حيث تصل الحرارة إلى 100 مليون من الدرجات. وعندما تتعدى كمية الحديد المسمات بالمستعر أو المستعر العظيم مستوى معينا في هذه النجوم فإنها لا تستطيع حملها وتنفجر، ونتيجة هذا الانفجار تنتشر في أرجاء الكون نيازك تحتوي على الحديد، وتنتقل في الفراغ إلى أن تجذبها القوة الجاذبة للأجرام السماوية. فالحديد لم يشكل على سطح الأرض أو في باطنها، ولكنه نزل من السماء بواسطة النيازك المحملة بالحديد. كما عبرت عنها الكلمة القرآنية وأنزلنا الحديد، وهذه الحقيقة العلمية لم تكن معروفة في القرن السابع الميلادي حين نزول القرآن الكريم، ولكنه أوردها سبحانه لأنه كلامه عز وجل خالق كل شيء وهو الذي أحاط بكل شيء علما. وأضف إلى ذلك فالآية التي ذكرت فيها كلمة الحديد هي الآية 25، وتتضمن إشارتين رياضيتين ملفتتين. الحديد هي السورة 57 في ترتيب القرآن الكريم، والوزن الذري للحديد 57، والعدد الذري للحديد 26، وآية الحديد في السورة رقمها 26 إذا حسبنا البسملة آية. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: العدد الذري للحديد هو 26، فماذا يمثل؟ أولاً عدد البروتونات في نواة ذرة الحديد، ثانياً عدد الإلكترونات الموجودة بذرة الحديد، ثالثاً عدد النيترونات الموجودة بذرة الحديد، رابعاً مجموع البروتونات والنيترونات الموجودة داخل نواة ذرة الحديد.